نشوف بقى يعني الحقيقه الموكب اللي كنا اتكلمنا عليه ده الناس علقت عليه. نشوف بقى تعليقات الناس كده على الموكب ده بيقولوا ايه. اشرف الخولي بيقول الرئيس في المنوفيه النهارده نازل بطياره في مهبط هليكوبتر، اي حد ماشي في الشارع يعرف ان الرصيف مدهوم من يومين، الحواجز المريه من جميع انحاء الجمهوريه، مرور المنيا وبورسعيد والغربيه، اي شارع فيه مخالفات او تحت الانشاء او حفر على جانبين ستاير حرفيا كانك ماشي في فرح. بيكلم صاحب الحساب ده بيتكلم على الحاجات اللي بره بقى. عزب بيقول انا حاسس ان الحرب العالميه الرابعه قامت عندنا في المنوفيه، عايز اروح اجيب التحاليل يا اولاد الكلب. طبعا لانه الموقف ده منع الناس تتحرك. ده عزب. صاحبة الحساب ده انا ما اعرفش اسمها ايه، اكتر حاجه قرفاني النهارده ان كل دقيقتين طياره هليكوبتر تزن وشويه طيارات اباتشي، ليه؟ هو احنا بنحارب في المنوفيه ولا ايه؟ ده اهالي المنوفيه بيتكلموا على اللي حصل عندهم النهارده. المنوفيه نودي بتقول البلد فضيت خالص، منعوا النفس كمان، ما حدش بيخاف الا اللي عارف انه شيطان فعلا. اللي بعده دول اهالي، دي تعليقات اهالي المنوفيه. بسمه ابو يوسف بتقول تقريبا السيسي ما بينكشفش على شعب، تحس شوارع المنوفيه جاها ازاله للناس عشان حضرته شرف المنوفيه. ايوه عامله زي كده. وديت الشعب فين يا حازم؟ احمد بيقول انا دماغي صدعت من صوره الطيارات. دول اهالي المنوفيه اللي بيشرحوا لكم ايه اللي حصل النهارده في انا ده. عمر بيقول انا حاسس ان الحرب هتبدا طيارات فوق البيت عندي، بتعمل خمسات وحرس جمهوري وجيش وشرطه والدنيا مقلوبه عشان عمه عبده جاي. تخيل. برضو عامر صاحب الحساب نفسه يقول انا حاسس ان هو يعني انه حرس جمهوري، الرئيس وصل، المنوفيه نورت. ده صاحب الحساب ده. برضو اشرف اخوي بيقول الرئيس في نازل بطيارات مهبط هليكوبتر، اي حد ماشي في الشارع يعرف ان الرصيف. هو بقى عارض هنا الصور بقى، شايف بيداروا على الحتت البيوت اللي هي فيها مشاكل او بتتبني او بتاع.